الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأعزاء، انطلاقة دي شوطنا العاشر الخاص بالحقائق القعدان وهجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، انطلاقة موفقة بإذنه سبحانه وتعالى. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في مسار هذا الشوط. نسير مع هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة الحاضرة في هذا الانطلاق والمسار المميز. 3 كيلومترات هي المسافة مباشرة مع الصدارة، مع المركز الأول غيث لهجن أم الزبار يضمر عبد الله بن سلامة الهاجري مع المركز الأول مع الصدارة، بينما المركز الثاني التواجد والحضور من علقم لهجن أم الزبار بقيادة علي بن سالم الصعاق، من يقدم لنا علقم مع المركز الثاني. والمركز الثالث القدوم والوصول من ثمين لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن خليفة الثاني يضمر مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري مع المركز الثالث. والمركز الرابع بارود لهجن أم الزبار، أيضا يتابع عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري. والمركز الخامس القدوم والوصول من قاصد لهجن أم الزبار يضمر علي بن سالم الصعاق. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه التحديات المميزة والكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن لنا عودة إلى الصدارة بعد أن انهينا على مسامعكم أول نداء للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة. نعود إلى غيث لهجر أم الزبار يضمر عبد الله بن علي بن سلامة، من يتابع لنا هذه الانطلاقة المميزة وانطلاقة غيث مع المركز الأول. المركز الثاني وصول بهذه اللحظات من القادم بهذه اللحظات صمصام لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة يضمر سعد بن محمد آل صافية المري، من يتابع لنا انطلاقة صمصام مع المركز الثاني. والمركز الثالث علقم لهجن أم الزبار يضمر علي بن سالم الصعاق يقدم لنا علقم، بينما المركز الرابع قاصد لهجن أم الزبار بقيادة علي بن سالم الصعاق يقدم لنا قاصد أيضا في مسار هذا الشوط. المركز الخامس الوصول من تيار لهجن أم الزبار يضمر حمد بن محمد بن جرحب مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء هكذا هي التحديات المميزة والكبيرة بهذه الانطلاقة الرائعة التي تحمل لنا هذه الأسماء المميزة الحاضرة في مسار هذا الشوط. العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى البداية. هجن أم الزبار تقدم لنا أيضا انطلاقة مميزة من خلال تواجد غيث لهجن أم الزبار يضمر عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، من يتابع لنا أيضا غيث مع المركز الأول من يقود الأسماء. المركز الثاني التواجد والحضور المميز من شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة يضمر أيضا صمصام سعد بن محمد بن صافية المري، من يقدم لنا صمصام، بينما المركز الثالث الوصول من قاصد لهجن أم الزبار علي بن سالم الصعاق مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم من تيار لهجن أم الزبار يضمر حمد بن محمد بن جرحب مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول مع المركز الخامس مشاهدينا الكرام من شجاع لهجن المرقاب يضمر سعيد بن حمد بن علي الوهيبي مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية، ولكن العودة مع صدارة الشوط مع المركز الأول. هجن أم الزبار تقدم لنا غيث، غيث مع الصدارة بقيادة المحنك عبد الله بن سلامة الهاجري مع المركز الأول. ولكن صمصام شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة يقدم لنا صمصام بقيادة سعد بن محمد بن صافية المري، ما شاء الله السريع يقدم لنا صمصام بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة بدون أوامر. الأداء التلقائي المميز، سلام إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، تهانينا يا بن صافية على هذه المتابعة المميزة، تهانينا والناموس على هذا الحضور المميز والكبير. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من غيث لهجن أم الزبار بقيادة عبد الله بن سلامة الهاجري. والمركز الثالث عفرين لهجن أم الزبار يضمر ناصر بن حمد بن مسفر الشواني. والمركز الرابع تيار لهجن أم الزبار بقيادة حمد بن محمد بن جرحب. والمركز الخامس قاصد لهجن أم الزبار
أيضا علي بن سالم الصعاق من يأتي في عملية التضمير، تابعنا هذا الشوط ولكن حضر شعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مقدما لنصم صامت. توقيت الزمن 4 دقائق 33 ثانية، 33 جزءا أو 53 جزءا من الثانية عفوا. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة، تهانينا للسريع سعد بن محمد بن صافي المري، بينما المركز الثاني كان الوصول من غيث 4 دقائق 35 ثانية، 67 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجر مزبار، تهانينا لعبد الله بن علي بن سلام الهاجري. والمركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام اللي هو عثرين لهجر مزبار، 4 دقائق 36 ثانية، 13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر مزبار، تهانينا لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، تهانينا والناموس للجميع.